جانا معنا هالبطيخات الحلوين، بس قبل ما نبلش بالفقرة عبالي بس اسألكم سؤال حشرة. ايه هو؟ كيف تعرفوا اذا البطيخة منيحة؟ يعني انا بدربك وهيك، بس انه عندكم انتو تقنية معينة ولا الحظ؟ وانت بتشتري؟ ايه بس هو لا في تقنية، خش على البياع تمسك البطيخة منه كده، هو يقول لك انا هشوفها لك وتعالى انت تقوم رافع حاجبك كده تقول انا عايزاها حمرا، تعملي كده. اذا ما رفعت الحاجب ما مش هيقلق منك، لازم يقلق وتقوم عاملة كده قال يعني فاهمه، فهو هيقوم جايب لك واحده حمرا فاهمه، بس هو كتقنيه ولا بلح كل الناس تقعد تعمل كده وبتاع ولا اي حاجه. لا بس انا لازم اشعر ليقبضني شاد لك كده. برافو. اسمع اسمع اسمع. الجواب لحل هذه المشكله الازليه والمستمره حيكون عند مؤيد بطريقه تكنولوجيه خارقه. يلا يا مؤيد. اوكي قبل ما نبدا بس بنوه للمشاهدين ان فقره التكنولوجيا اليوم حتكون بسيطه بس مفعوله مره كبيره، فركزوا معايا. ها جاهزين؟ جاهزين. yes. طيب اول حاجه بقول لكم انه صحن البطيخ او الحبحب لما يكون مقطع ويكون على سفره الاكل بيكون مغري للكل، والكل يبغى ياكل منه وبيحلي. ايوه. طيب بس المصيبه ايش؟ لو كان هذا الصحن مو زي الطعم اللي احنا كنا متخيلينه او الطعم ما كان كويس، هذا الشيء بيضايقكم اكيد صح؟ كثير مش شوي. اليوم بيبوظ عند المسكات. دحين مع فقره التكنولوجيا، وهذه طبعا تعتبر اول فقره في السيزون الثاني من لايف ستايل، بقول لكم انه هذه المشكله انحلت. لانه تم اختراع دحين تطبيق جديد على الجوال، التطبيق هذا اخترعه شخص مصري مقيم في السعوديه، طبعا اتوقع انه حظ وحش هو في البطيخات زي نادر. ايوه. بالضبط. فهو اخترع تطبيق اسمه بطيختي، والتطبيق هذا بيجيب لك اللي هو العلاقه بين صوت البطيخه لما تيجي تضربها ونضجها اذا كانت هي كويسه ولا لا. اوكي. يعني انا بالابلكيشن ده هعرف اذا كانت البطيخه حمراء ولا لا. بالضبط، هتعرف انه هي اذا كان طعمها حلو ولا لا. خلاص يعني مش هنرفع حواجبنا واحنا بنشتري البطيخ. طيب الابلكيشن. طب يلا خلينا نجربها. انا لا 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 لا. حاجه لا. اليوم يعني لا ما تكسر لها مغري جدا بس هذه بطيخه ونبغى نسمعها. طب احنا نعمل ايه يا مؤيد دلوقتي؟ طيب دحين في اول شيء كلكم محملين الابلكيشن بطيخه دي صح؟ يس. انا منزلتها، راح نجرب عنده. ممتاز. طبعا هو بس بقول لكم مجاني على جوجل بلاي وعلى ابل ستور، الاثنين مجاني فيهم. طيب دحين لا انا ابغاك تركزي معي بما انه معاك الجوال. اول ما تفتح الابلكيشن في ثلاثة نقط صح؟ صح، حول اللي تحت البطيخه. يس بالضبط. أوكي. اضغطي عليها. دحين حيعطيك تيبس. ايه صح، بس اجى اد فراح نعد مع 2 1. راحت الاد يعني ما دفعت لي طبعا. اوكي. اوكي. طيب. اول شغله قلت لي دحين ليها. حيطلع لك ثلاثة تيبس تقريبا، أباكي تقرأيها. أوكي. أول شيء حاطين لي صورة بطيخة مدورة، كاتبين لازم تكون كاملة ودائرية، اختار بطيخة كاملة ودائرة الشكل بدون أي شكوك أو عيوب. ما فيش عيوب. هيدا أول تب. بطيخة ما فيهاش عيوب ماشي. إيه ما فيهاش عيوب. أوكي. تاني تب ثقيلة الحجم، يعني بتخيل لازم نقيم التقل تبع كل واحدة موجودة قدامنا ونشوف أتقل واحدة. لو كان فيها موية أو ما فيها موية كتير. أوكي. 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 يعني انت قصدك البطيخه الحمراء اكثر هي اللي فيها مي اكثر، لهيك هيدا لونها اللي بيكون حلو. بالضبط. اوكي. yes. وفي عنا بطيخه، في عنا تيب. في عنا تيب كمان بتقول العلامه الصفراء، وحاطينها هون بالصوره انه لازم يكون كانه في بقحه صفراء عليها، يعني لانه هيدا علامه منيحه مبدئيا، ما هيك مؤيد؟ بالضبط. لما نشوف حقت نوره، اتوقع حقت نوره فيها لون اصفر او بقعه صفراء. ايوه بالضبط. هذه ثلاثة اشياء. ايوه هذه العوامل بتساعد انه بتكون البطيخه تكون حاليه. طيب دحين خلينا نبدا في التجربه حقنا. يلا تعال. انا عايز اجرب الجوال. اوكي انا روح عند نادر، قربي الجوال من البطيخه. يلا نادر، اباك تضرب 3 ضربات بعد ما لانا تضغط الزر. اوكي. سو اول شيء البيج بتكون هيك وبنكبس على البطيخه لنبلش. رح اقول لك بس اكبس. اوكي يلا. يلا يا مغني جل البطيخة اضربها بعد حبيتها. دحين البرنامج بيحلل تذبذبات الصوت اللي بتطلع من ضربة نادر، بيشوف إذا كان هي كويسة ولا لا. تاني؟ برضو. تاني.